بعبير الدين وبالإيمان شهر الخيرات شهر الخيرات به الإحسان قربا لله قربا لله والحنان نحيي بالذكر ليالينا وبشوق القلب لهادينا نتلو القرآن فيحيينا ما أجمل ذكرك للرحمن بالصوم نعلم أنفسنا وبذكر المولى سيؤنسنا إن جالسناه يجالسنا فالذاكر في ظل الحنان في الخير نسابق ليل نهار نرجو الغفران من الغفار نرجوك الجنة نخشى النار والفائز من نال الغفران. يعني ما شاء الله منورنا النهارده المنشد احمد عبد الرحيم، شكرا جزيلا على وجودك معانا. حقيقة فن الانشاد والابتهالات دي فنون دينيه مصريه قديمه كلنا بنفتخر بوجودها، وعندنا كبار في هذا المجال، الشيخ النقشبندي، الشيخ نصر الدين طوبار، الحقيقه انه اسماء كبار والاجيال من بعد كده بيحملوا الرايه والناس بتتفرج علينا. لو حد عنده حلم يكون منشد، ايه الصفات المفروض تكون موجوده فيه؟ هل الموضوع بس بيتوقف على انه صوته يكون صوت جيد؟ هل المفروض يكون متقن للغه العربيه؟ هل يتعلم مقامات؟ المفروض الطريق يكون عامل ازاي؟ هو يعني اسمحي لي حضرتك ان انا في الاول اهني الامه الاسلاميه طبعا بشهر رمضان المبارك، كل سنه وهني برضو العالم كله والامه الاسلاميه طبعا النهارده بيوم اليتيم، فبهني كل يتيم يعني في اليوم ده، واتشرف ان انا اكون مع حضرتك في البرنامج هنا. اولا الابتهال، الانسان اللي يكون عنده موهبه في الابتهال او الانشاد الديني بيمر بمراحل، اللي هي الموجود اول حاجه الموهبه اللي هو يكون عنده الموهبه اول حاجه ما بيجي يسال عن الصوت. الصوت كويس يقدر ان انا اطوره واقدر ان انا يعني ادخل بمراحل ان انا اخلي الصوت كويس. ببدا الاول عن طريق طبعا لازم اللغه العربيه تكون كويسه طبعا، لان ده ابتهال وانشاد ديني بيبقى لازم نطق الحروف والمخارج الالفاظ لازم تكون كويسه جدا عنده. بيبدا يروح في الاول لاما الكتاب طبعا من الطفل بقى، انا بتكلم كطفل بقى وبدايه المراحل بتاعته، فبيبدا يظبط. انت بدات تتعلم انشاد من وانت عندك كام سنه؟ انا الاول كنت بسمع اذاعه القران الكريم في طبعا في بيتنا وبيت طبعا اجدادي يعني ربنا يرحمهم. اما سمعت الابتهالات والتواشيح دي كنت عايز اعرف ايه يعني الموضوع. طبعا ده كان طفل سن مثلا 8 9 سنين، زي الاطفال ما بتسمع حاجه بتعجبها في الوقت ده، فبدات اسال عليه. طبعا والدي ووالدتي رحت الكتاب بدا الموضوع، يعني انا مش عايز اطول على حضرتك بس هو الموضوع بدا بالمسجد. المسجد كان ليه دور فعال عندي ان انا ابدا احب الانشاد والابتهال الديني، لان انا كنت بسال مشايخي في الموضوع ده. طبعا كانوا بيعرفوني اكتر. الاذاعه المدرسيه في المدرسه كانت حاجه كويسه، اللي طبعا الانسان يعرض موهبته. الجامعه طبعا بدات بقى ان انا اروح اما كبرت عايز في دراسه معينه. طبعا لازم تروحي ادرس المقامات الصوتيه واعرف توظيف صوتي، لان يعني احسن حاجه لازم المبتهل او المنشد او اي حد عنده موهبه يعرف يعني خامه صوته يوظفها ازاي. في ناس اصواتها كويسه بس لما بتيجي تقول ابتهال او انشاد او تغني ما بتعرفش توصل الرساله صح او الهدف من الانشاد صح، لان هو بيطلع بمقامات ممكن صوته فيها ما يبقاش كويس، خامه صوته ممكن يبقى كويسه وهو في الهادي. فطبعا لازم ادرس المقامات الموسيقيه عشان اعرف ان انا اخرج من مقام ادخل في مقام تاني بدون نشاز.
دي لازم يعني ايه المبتهل او المنشد يدرسها لانها هتفيده جدا في الموضوع ده. انا دخلت درست طبعا في معهد اعداد تدريب القراء والمبتهلين في الاذاعه المصريه، خدت الدوره، كان المبتهل الكبير الاستاذ علي الحسيني، انا كنت بسمعه كتير وبحب اقوله. الاستاذ محمد الحسيني الملحن الكبير كان ليه دور فعال معايا في اللي انا اظبط موضوع المقامات عندي. طيب انت وانت بتتكلم تقول ابتهالات، انشاد، توقشيح، احنا يعني ما اعتقدش بنفرق قوي بين الحاجات دي، فرق لنا كده بينها. هو اللي انا قلته دلوقتي ده ابتهال، يعني حضرتك ابتدينا بيه. في الانشاد بيبقى بيميل شويه اللي هو كعام، كغنى عادي. طبعا الفرق هيبان، يعني اما اقول لحضرتك هيبان في انشوده اللي انا هتقول لنا حاجه دلوقتي انشاد دي. اقولها دلوقتي، اتفضل. أنا وقلبي في حب الله ينور لي الطريق بهدى، بيكرمني ويعطيني، بيكرمني ويعطيني، وراحة قلبي ذكر الله، وبالمقسوم أنا راضي مدام أمري بإيد الله. أنا وقلبي في حب الله، بنور الله بشوف حالي، في روحي ومالي وعياني، بنور الله بشوف حالي، في روحي ومالي وعيالي. سمعت كلامه في القرآن وزين الخلق ألهالي، وبالمقسوم أنا راضي مدام أمري بإيد الله. أنا وقلبي في حب الله، بحب الله أنا مشغول، وواخد قلبي له على طول. بحب الله أنا مشغول، وواخد قلبي له على طول، مع القرآن وكل أذان بحس بحب مش معقول، وبالمقسوم أنا راضي مدام أمري بإيد الله. أنا وقلبي في حب الله. دي خاصة بيك أنت يا أحمد، صح؟ والأولانية برضو خاصة بي. احكي لي عن اختيار الكلمات، وازاي بتشتغلوا على اللحن، وازاي بتشتغلوا على الأغاني دي من قبل رمضان، ولا ايه اللي بيحصل؟ دي طبعا انا بشكر الشاعر الكبير الاستاذ محمد علي رشد، الشاعر الخيرات اللي انا قلتها، وانا وقلبي في حب الله دي كلماته. لازم الاول انا كمبتهل او منشد احس بالكلام اللي انا اقدر اوصله للناس واقوله، مش كلام اللي هو هيجي طبعا وكل الكلام كويس اقوله خلاص، لازم اكون احس بيه. انا عن طريقتي بشوف الكلام الاول، انا بحب انا الحن انا بنفسي، بشوف الكلام واقدر اللي انا احس بيه، واقدر اللي انا احاول ان انا اوصله ازاي للجمهور. هل الكلام حزين اقدر اقوله بمقام صبا، بمقام بياتي حزين؟ هل الكلام بيبقى مفرح؟ هل حاجه تجلي الى ربنا اقدر اقولها؟ فده طبعا بياخد وقت من المبتهل او المنشد يقدر يقول فيه. احنا يعني متشرفين بوجودك معانا وسعداء، لانه الابتهالات دي بيبقى ليها روحانيات خاصه في شهر رمضان، عشان كده عايزين يا احمد نختم بابتهال من اختيارك او انشوده زي ما تختار معانا. نختم مع الناس البرنامج النهارده معاك المنشد احمد عبد الرحيم، النهارده نورتنا في التاسعه، سيبك تختم مع الناس. ربنا يحفظك يا رب. يا اهل الله واحبابه، وليل ونهار على بابه، بنور الحب مال القلب، وراضين باللي رضابه، تنادوا عليه تقولوا يا رب بدمع العين على عتابه. يا أهل الله، يا أهل الله،
يا أهل الله وأحبابه محبتكم تقولها العين وتغنيكم عن العالمين ومهما تبدلت أحوال على باب الكريم واقفين لا طلب جا ولا أموال كفاية تكونوا في رحابه لا طلب جا ولا أموال كفاية تكونوا في رحابه يا أهل الله يا أهل الله يا أهل الله وأحبابه.